صباح السعادة عليكم، إن شاء الله تكونون بخير وبعافية. اليوم إحنا قعدنا نشيطين، تدرون شنو السبب؟ لأن نشوف الشمس ما شاء الله، يعني عندنا شمس جدا عزيزة وغالية علينا ما نقدر. فأول ما قعدت قلت شو مسبع الشمس، فأقولها هناك إحنا بألمانيا بس يصير عندنا جو شمس نحير، شو نسوي؟ لازم نطلع، لازم نستفاد من النهار لأنه ينطي طاقة إيجابية كلش حلوة، وخصوصا لما تشوفون أشعة الشمس تدخل للبيت أو تريدون تطلعون تحسون النهار لكم طويل. اتورطنا وجبنا ويانا الشتوي، تعرفون ليش؟ لأنه كنا ندخل أونلاين نباوع الطقس بأربيل، فقلنا بالليل يصير الجو بارد، بالنهار يعني مسألة 15 هيجي، بس اللي يطلع برا ما يقول هاي درجة الحرارة 15، يعني بالنسبة لنا نحس هذا ربيعنا أو صيفنا بالأحرى لين عشرينات. فتورطنا بالوزن، جبنا جاكيتات وحاسبين حساب إنه إحنا شنو نريد ناخذ من هنا، أهم كم شغلة يعني، ويانا أهم هدايا وهم إلنا إذا نشوف أشياء بالمول. فما أعرف من يريد جاكيتات، نبقي لكم إياها هنا بالهوتيل. مساج سويدي وعدهم تخفيض 10%، حاطين رقم التليفون. طبعا هو بالهوتيل نفسه عندهم مطاعم بنفس الطابق فوق، وعندهم مسابح داخليه مسابح برا هم حلوه، وقسم السبا كامل وفتنس كامل. فخليني اخذكم جوله احسن. لا قاعد يد. صباح الخير. ددي ددي ترى يوسخ اللابسه. هنسيو الله ماني طالع بالعيبين. طالع هاي الوسخات خلي هنا يدني من ارجع اغسلها. خاله انا حلو حب الزونه، راح لها اخذ زونه وازي خاله، راح لها ازي اخذ زونه. هسه طلعنا ننزل جوا اول مره. هذا القسم كله هنا مالت، اعتقد هذا صالون، ما اعرف، خلينا نشوف نستكشف. هاي بالسبا. اي واو موسيقى حلوه. هذا صالون، هاي مال عنايه وهيك شغلات هنا. هاي غرفه مالت ما شنو، ها مالت تاخذين منها شغلات مال مسبح اعتقد. اي منا شوفوا بنات، واو تاخذون نظاره مال سباحه. هاي ملابس مالت سباحه، شورتات رجاليه نسائيه مال اطفال. واحد هنا هم يخلي هاي مناشف وهالسوالف. تونس فيزو او ماي جاد تكون ها شنو. ها هاي حمامات هنا، وهاي حمامات رجاليه. هذا هنا القاعه مالت الرياضه وماي وهيك شغلات. تعال صعدي خلينا نشوف وزنك شموس. وزنك 50. شلون 50؟ 55. اي ومن هنا المسبح هذا. مرحبا. هاي هنا المسبح. تريد ينزل شنو؟ تعال اجيب اقربك. بخر يلا تعال شوف. شوف هذا المي، شوفوا. طبعا ذاك الثاني ما راح نقدر نسبح به لانه مكشوف على على الهوتيل كله، فهذا الحلو فيه انه يكون مثل له خصوصيه، وبنفس الوقت اصلا هناك المدخل مالته معزول، يعني كلش بعيد عن واحد خلينا نقول متفرج بالهوتيل، ممنوع. فبس اللي يريد يجي يسبح ما نقدر. فشنو رايك نجيب ملابس من السوق؟ اي نجيب نجيب العالي هنا. نسبح اي هم عندهم هنا، بس ما اعرف اذا الظاهر يبيعوها او هيك نسال عليها نشوف السعر شنو، لانه اكو حاطين مثل الخزانه اذا شفت انتبهتوا، او كنتور خاص هيك مال تعليق ملابس خاصه مالتنا نحطها بداخل الكنتور، ناخذ من عندهم نظارات وهالسوالف. وهنا هم حاطين مبرده مالت مي. وين ما تروحون تلقون هاي المبردات مالت المي، بارد مي بارد. فنجي نسهر هنا احلى شيء، ننزل اغراضنا من الغرفه ونجي هنا. وانت وخاله بالمي، انت وخاله بالمي. طبعا عنده شغله علي، بس يشوف شغله على الطبله اللي يذهب للباب.
وأني المشكلة جابت لك كله شتوي والبيت يعني حاسب حسابي هناك كل شيء صيفي شايلته، بس هسه بنشوف ان الجو حلو يعني قلنا حرامات احنا جايبين الشتوي يعني انقهرت حرامات لبسته بس هذا الداخلي مال تردانات ويا بدون جايبت له حتى كالونات وجواري فكله بدون اي شيء. المهم طبعا هسه انا اتصلت على اخذنا رقم التليفون مال السائق الخاص فهسه راح يجي علينا ياخذنا نروح نتغدى برا اليوم مشتين كباب بالرغم انه ما هنا عندهم الوقت الغداء بس احنا كنا بالغرفه مالتنا ما نزلنا على الغداء ولا حتى على الفطور فقلت لها خلي نطلع اهم عصرونية الجو يكون حلو يلا انزل تعال احنا ما اشترينا لحدة من المانيا رح نشتري له من اربيل الا اذا بجلطه بالقاع يعني ليه شنو هو السبب انطيني سبب من اللي جاي يعزف؟ عاشت في ايدك شال عمرك تمرد انت اسمع لقتين واحدة صغيرة واحدة كبيرة بقى ما راح بدك تطعمي تسلمي تسلمي امبارح بالليل كان تريد تعمل دوش والمي كان ساطر مو سخن شو مستبعد هو نورمال؟ انا بشوف روح حدا يعطيني تمام لانه شغلتي لي مرة تكون 8:06 و6 اليوم شو جربتي؟ نفس الشيء اليوم كمان بارد؟ ايه لا ما في مي سخن يعني ابدا لا هلا بخلي حدا يشوف تمام شكرا 806 تمام شكرا يا عمري شيء لا تسلمي تسلمي هاي اكو واحد يلعب بالبيانو انتو استمتعوا بالصوت اروح اقعد على المكان اعزف لا نجيب رودينا كلش يعني بالكلافيت تحفه تعجبك تنيا واكلك بيها ننيه من راح بينا او يلوح اولاتك ام سو سوري ها بس شو تسوي لك المي الحار اوي نني هاك خلي نوكله حتى نقدر نطلع براحتنا نكون شبعان كافي تمس تمام حبيبي ام باردة مو حارة حبيبي يروح نعم هاي على الصوت قام يقتل الموجة هسه راح نطلع احنا التبولة العراقية والطماطة والكرفس العراقي طعم غير يا ربي سبحانك ربي فوق العافية رجعين حنفوشي راح اطلع حنفوشة
وراح اصير وناسه والله. تسوي مغريات البراء تعالي ثلاثه تنزين عندنا كوبايه براء فارغه. اي بدي اقولها انه اكو سرير فارغ تعالي وما عليك. ايش قالت؟ اي اقول لك نتمشى هنا ويا الخضر بدنا ناخذ خط انترنت بدنا نشوف هاي المحلات كلش حلو عندهم هاي الفساتين بشكل حلوه هاي مال المناسبات واحدة اذا صار عندها مناسبه بالبيت او قعدات مثلا او حتى عندهم فساتين حلوه من رمضان. ها دود مستخدمين ويا شو اسمه اخذي فكره الجدران ذهبي والخشب حاطين يعني جدار خشب اي ومذهب ما احبيه. ما تحبين هيك؟ احسه كلش كلاس. يكون عندنا خط انترنت فهسه راح ندخل وناخذ من عندهم سيم كارد بدون خط. ما اريد شو موس راح تاخذين كارت؟ اي انا مال شهر واحد 20 جيجا يكفيني. اوكي يا جماعه كلش قريب الكوركهام وصرفنا العمله للدينار وسجينا على مجدي مول. راح نطلب ناخذ جوله سريعه وبعدين نرجع للهوتيل. يلا شمشوم تعال. شلون اجينا للمول راح نشوف شنو هنا. ما شاء الله حركه كلش قويه هاي مقارنه ويانا ويا ناس. فهسه راح نشوف من هنا شنو اشياء اذا عجبتنا نشتري ناخذ اغراض رودينا الحيدر. تعال خلينا نشوف هاي البجايم رودينا يعجبها هيك سوالف. ناخذ حذاء العلي هم هذا مال صغار. واو بع الالماس نريد نشوف هذا العالم بما ان احنا جايبين هدوم شتويه والوزن فراح نزيده بالماعين. شوفوا شلون حلوات. طبعا لازم نفوت للموضوع ونباوع ايش عندهم ما عندهم. هاي بمجدي مال هسه شغلات كلش حلوه. شوفوا تعال شوف هذا مال كيك يخبر ملون. هاي مال فاكهه قص هذا حلو البوري. أنا أريد أشتري فناجين هيجي ديزاينات حلوة عاجبني. هاي فناجين حلوة. شوف هاي القلاصات هم حلوة. هاي الفناجين حلوة. هاي عندك الاستكانات هم حلوة كلش حلوة. باكيت يعني واحد مو هذا حلو. بس هاي بالغسالة يروح. لا ما نخليهم بالغسالة. لا هذا أرقى. هذا بهواي أحلى كلش حلو هذا. ايش قد اسعارهم؟ باي هذا مضلع شموس. كلها مال ديكو بس كلش حلوه. شوفوا هنا هاي حلوه الصينيه. هاي شو اسمه قولوا وياي مرايه. هاي لوحات وهيك هاي السوالف. هاي نفسها لعدي بالشو اسمه هاي بالضبط عدي اياها. هاي دواسات الحمام والسوالف كلها هنا. اي الجوانيه اي اي هاي شغلات الحمام ديكورات وشغلات مثل ديبوت بالضبط هم هيك ديزاينهم. هاي كريستالات باعي هاي شقد حلوه مالت العصير. هاي حلوه والله زمي قزازها خفيف لو سمع. كلش رقيق بتون او يخوف. يا هلا صدق نفس هني. بس اخذت من انا عندهم هم حليب وهذا القسم كله مالت بيبي فاجيت على المول
اخذنا شغلات اللي نريدهم واشترينا ايس كريم ذبينا بالزبون. زين بس شنو راح نروح هسه على الكاسه. طبعا كل شيء هنا موجود بس احنا عندنا جايبين بس نحتاج شغلات. يعني جبت له هذا البسكيت يتلهبي. المهم هسه احنا خلصنا راح نروح على الكاسه ونرجع للهوتيل. طلعت بالمصعد وشموس طلعت بهذا اللي بسافري. دوري خلينا نشوف منو الاسرع. شفت سوالفها؟ وصلت هسه وصلت. وين رحتي؟ وين رحتي؟ ها؟ وصلت قبلي شوف بابا على الارقام. هذا غير جد دخل وياي. هذا قولي اخرت. لو صعدوا هاي ما تعمل مسج. وين الكارت؟ خلي. تفضلي اختي. يا. أخذت جسمه ضد نزعين. جينا على فقرة العشاء لحقنا. فهنا أنا عصاير وهذا زيت الزيتون وهاي الشغلات. اليوم أكو عندنا زلاطة شواندر والطرشي حمص بطحينة هاي بيها مايونيزة زيتون بابا غنوج. أوكي خلينا اللوبيا. ماكو اليوم لوبيا؟ اليوم ماكو لوبيا لا. هيك انا احب هاي بابا غنوج. هاش هاي شنو؟ جزر. اي طرشي طرشي مع العراق العظيم. بعد هاش شنو هاي؟ لهانه تنفش تونفيش اوكي. هاي سوق دجاج. هاي مالها دجاج حليبي. هاي مطيبة؟ لا ديجي حليبي دجاج. هاي بس خضروات. بس السوق. هلا وحياة. الحمد لله مكانك خالي. هاي شو اسمه جبن وخبز وفلفل حار دجاج. يعني هاي رولات دجاج مو خبز عفوا. وهنا الرز هذا تمن الابيض. وهاي سمك بالخضروات هذا كل انواع الخضروات. هنا دجاج صيني منزلين. هنا قرنابيط. وهنا باستا مع الصوص. هاي كلش طيبه الباستا. اخذي من عندهم شوي. وهنا شكه لحم بقر. وهنا بطاطا. وهنا الخضروات. هنا خبز. هنا اليوم اوبس مالتنا قليل. والحلويات اليوم الكيكة عندنا بالفراولة شوكولاتة. طبعا هاي عاطية بكيكاية كلش طيبة. وفواكه. هذا الكرسي داخلي من 1605.
شوفي شو بعدين راح نكمل عليه ميراث يطلع من الهوتيل. شنو اللوب؟ هيدا الطابق الثالث. ما طلعنا لسه، هسه احنا اجينا ونطلع. اوكي سايضل لسه على وحده. لسه على وحده. حلو؟ اي حلو. هناك يروح يصير عميق. مامان صار مو؟